الاسم ديالي ياسين البحار، ملقب النيرو، صانع محتوى الافلام القصيره. السن ديالي 25 سنه ومتزوج. الشخصيه ديالي كيف ما كتشوفوها، يعني ماشي كيف ما كتشوفوها في الافلام، الشخصيه ديالي كاي شخص، يعني عادي، انسان عادي متواضع مع كل شيء. والصراحه الفيديو ديالي كانت قاصحه شويه، يعني كنت كندير كل شيء بوحدي، وكان معايا جوكر وزريقه هما اللي كانوا بداو معايا من الاول. يعني ملي بديت من الصفر بداو معايا جوكر وزريقه، وكان بدا معايا واحد لافليك في التمثيل، وكانت بداية صعبة. يعني داز واحد العام تقريبا عاد اكتيفيتي ديال لاشين صافي، وكنا في المسيرة والحمد لله. دابا حنا راه وصلنا للهدف ديالنا، وباقي ان شاء الله غادي نوصل. واش غنقول لك، ركز على المحتوى يكون زوين ويكون نقي، وديما كنركز على ان الفيلم يتفرج فيه غير الصغير، يتفرج فيه صغير وكبير، واي واحد دخل لاشين ديالي يتفرج، يعني سواء كبير سواء صغير سواء مرا سواء راجل، يدخل يتفرج يلقى واحد المحتوى اللي نقي وفيه مساجات وفيه افكار اللي مثيرة ودينا التشويق. صراحة انا في انا بعد ما رأيت ندير شي كوغ ميتراج فيه العنف، ولكن ما كنركزش على العنف، يعني كنركز على الفكرة شنو فيها. يعني هذاك اللي كيعنف واحد الانسان في الفيلم في الاخر غادي يلقى واحد الجزاء مع الجزاء، فهمتي؟ يعني كندير واحد الرسالة، حتى الا درت العنف في الفيلم كندير واحد الرسالة في الاخر، علاش هذاك السيد دار العنف وشنو طرا عليه من بعد، فهمتيني؟ يعني داكشي كيبقى على حساب الفيلم شنو فيه. ونكذب عليك، سابقا كنا كنصورو بكاميرا كانون، من بعد بدينا بايفون، يعني ماشي اي واحد غير يدخل لهاد المجال غنقول لي خصك ضروري ماتريال كبير، ولا خاصك يعني خصك يكون عندك شي حاجة واعرة. بالعكس تقدر تبدا بتليفون، تنوض غير بتليفون، كلشي كديرو بتليفون. من بعد تبدا تطور راسك شوية بشوية، انا الحمد لله بدينا كنطور راسنا شوية بشوية. الماتريال اللي كنصور بيه حاليا حتى هو راه ماشي ديالي، يعني غنشارك فيه انا وواحد السيد اللي هو الشطابة وتحياتي ليه، يعني كنخدمو به كاملين كجروب عادي، حنا أصلا خوت مع بعضياتنا، يعني مكاينش بيناتنا الحساب. الصراحة أنا كنمشي لك الفكرة كيفاش كنكتبها، كنكتب نقدر نكتب مثلا، نقدر مثلا نشد ستوري، نقدر نشد ستوري نتفرج فيه، نقدر نخرج منه واحد الفكرة عامة، من بعد نبدا نبسط ديك الفكرة صافي، كنزاد مشاهد، ومن بعد كنبدا نكتب الحوار. هادشي اللي كندير. أبخي بالنسبة للممثلين وكيفاش كنجمعهم، طبعا الحال كنبدا بالناس اللي معايا اللي دايرين معايا من الاول، كنبدا بهم، يعني الناس اللي غادي نحتاجهم. ومن بعد الا كانوا خاصين مثلا شي ادوار ثانويه، كنشوفو انستغرام لي فان، كاين شي وحدين كتكون كيكونوا باغين انهم تعطيهم فرصه انهم يمثلوا، كنحطوها في ستوري، كيجيو الدراري والبنات كيبغيو يصوروا. هادشي اللي كاين. وصل العلاقه ديالنا حب، جمعنا الحب وتعرفنا بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، وكنقول لها كنبغيك من هاد المنزل، وبدات بطاطيسه. والله الا بديت باتيسير، يعني شتا باتيسير كان جاي يتصور مع الجوكر واحد اللقطات ديالو صافي. من بعد عجباتني، بقيت انا كنهضرو كاصدقاء في الاول، كنا غير اصدقاء، وجا كونفينمون صافي وتعمقنا في العلاقه ديالي، فاني كنهضر منك. من بعد قلت لها شوف الناس انا راه باغي، وبقي صافي قصت دارهم، والحمد لله حنا عايشين في دار وحده، وتنقول لها عاوتاني كنبغي. والحمد لله انا راجل، يعني ماشي تنقول على اساس اني راجل، انا راجل يعني كنقدر نخدم في اي حاجه، يعني مثلا زعما كنعتمد غير على الكورنيطاج، اي حاجه جات نخدم، يعني ماشي نخدم في الشارع، يعني نخدم في اي حاجه. يعني انا وزريقه راه خدمنا في بزاف ديال الحوايج اللي بنادم ما غيتخيلهمش عقلو، حيت غيقدر يشوف بنادم فاس يقول له انا راه ما قدرتش نخدم في هذه، ما قدرتش نخدم في هذه، خدمنا في شي حوايج اللي ما غيتخيلهمش بنادم. وبالنسبه مثلا للدار هذه، الحمد لله انا غير والديين، يعني يعطي هما اللي سير هما اللي معاونين معاه الحمد لله، وكنعطيهم واحد التحية كبيرة. اللقب ديال نيرو، بصراحة أنا كنت كنشوف شحال هادي واحد المخرج السينمائي اللي خدا الأوسكار عالمي، أول واحد خدا الأوسكار عالمي، كنت الكمية ديالو نيرون صافي. أنا كنت كنتفرج فيه، عجبني داكشي اللي كيدير، وأنا نبدل شوية الكمية ديالو ورجعتها لنيرو صافي، وخديت هاديك نيرو كما تسمى صافي. وبصراحة أنا ما نقدرش نجاوبك على هاد السؤال هذا، يعني تقدر تسول ليكيب اللي تعطات الفرصة، تقدر تسول ليكيب اللي معايا اللي بداو معايا من الصفر، هادوك هما اللي تقدر تسولهم يعطوك الإجابة اللي غادي تستوعبها نتايا، فهمتي؟ يعني شغنقول لك، أنا عمري يعني ظلمت شي واحد، وعمري جريت على شي واحد بدون سبب. يعني أي واحد كيخرج من الجروب
ولو انه هو اللي دار العيب، يعني ليش ما غاديش نخرج الجروب كامل، نخرج الجروب كامل وغادي نخرج غير هو، فهمتيني؟ يعني ضروري غادي ندير شي مشكل وما داروش غير معايا انا، داروا مع الجروب كامل، يعني الجروب كامل، حيت انا ما كناخذش، يعني انا ماشي هو اللي مسيطر على الجروب، انا ماشي هو اللي مسيطر على الجروب، الجروب حنا دايرين بحال الخوت، بحال كينز جوكر زريقه انا فاتي، دايرين بحال الجروب، الا ما عجبناش واحد الانسان ولا خرجوا رجليه للشوارع، تنقول له السلام عليكم سير الله يسهل عليك، هادشي اللي تنقول له. بطبيعه الحال المدام ديالي، يعني انا كنقول ليها شي حاجه ديالي كديرها، وكتقول لي بعد ما شي حاجه ندير اللي في صالحي راه تندير، اول حاجه انا ما شريتش كاميرا، علاش غادي نزرع عليك؟ صلاح الصالحي مكررت ملي حتى شي علاقه الصراحه، واخا هو انه ولد مدينتي، وعمري تلاقيت معاه فاسد صراحة صالحي والله قسما بالله عمري تلاقيت مع السيد فاس، وكنتمنى تجيبها الصدفة ونتلاقاو فاس ونسلم عليه بطبيعة الحال، حيت تيبقى ولد بنيتي وكيدير واحد المحتوى زوين، بس هي ما بيني وبين حتى شي حاجة، كتبقى مرا ومهم ما نساوش خيرة، يعني حتى هي صورات معانا وتكتبات معانا وتنعطي واحد التحية، أول حاجة مكيبقونيش الأدسنس ديال بصح كنلوح فيهم في الشهر. هذا اللي كيدخل الادسنس ديال بصح هو اللي كيلف كل نهار لي فوك دابا كلشي اللي كاين راه في بيبليك عارف هادشي هذا، والحمد لله الحمد لله على كل حال. واخويا شنو نقول لك، هاد السؤال هذا تقدر تجاوب ليه فين كتلاقاو معاه، كتصور شي واحد تقول له شنو تلاقيت بيه راه يقول لك شنو تكبر شي واحد، والحمد لله ماشي انا، انا كنصور فيلم وكنتسنى الجروب كامل يصور عاد نعاود نصور، يعني ماشي كنصور فيلم وتنقول لهم لا خصني نعاود نصور، حيت شي حاجه بلا ماتيريال كنصور كل شيء عاد نصور، يعني ما عنديش ديك المشكل ديال لا صورت دابا خصني ندير السيمانه نعاود نصور، يعني كان ماشي مشكل، يعني صورت انا خلي بنادم يصور وحنا راه خويت مع بعضياتنا كنا فليك وهادشي اللي كاين، يا ملي كنشوف شي واحد كيتقاتل معايا في الجروب راه كنديرو ليه لاشين وكنطير عليه بسرعة خيالية، وهادشي شكون غيحكم عليه؟ المتابعين، يعني حيت المتابعين هما اللي المتابعين الأصليين اللي بداو معايا من الأول، مكنهضرش على المتابعين اللي يلاه جا المتابعين اللي بداو معايا من الاول راه شافوا كلشي، يعني كنشوف بنادم تقاتل معانا راه كنتبادل غير بوحدي بلاصين ديالي بوحدي، الحمد لله دابا زريقة تا هو خدام، جوكر خدام، بابلو شينوي بزاف ديال الوحدين، حتى هذاك يعني اللي ذكرتيه تا هو راه درنا ليه لاشين، ولكن كاين اللي كيحمد الله وكاين اللي ما كيحمدش، معرفوش انا هادو الناس اللي كتذكروا لي والله ما عرفتش، فهمتي بغيت نعرفو. وديك الساعة كاين شي اتهامات كاينين شي حوايج نقدرو نديرو، أنا ما عرفتوش باش نزيدو البوليس، ملي نشوفو اتهامات ويكونو ديك الساعة اتهامات يعني كاذبة، ديك الساعة عاد نشوفو السلطة ونشوفو شحال الله يهديكم وصافي هادشي اللي، أما أنا والله ما عادو ندير شي واحد، بالعكس ملي كنشوف شي واحد يعني خدام على راسي كتقاتل، ولو أنه مشى من الجروب والله إلا كنبقى نقول ليه الله يسهل عليك، هادشي اللي كنبقى نقول ليه بخاطر الله يسهل عليك. كنشكر لي الفان ديالي كاملين وكنعطيهم واحد التحية اللي كبيرة بزاف، يعني كاع المجهودات اللي كنقدمهم سواء في الكتابة سواء في التصوير سواء في المونتاج، كاين فوق كيتلاح الفيلم كيجازيني على يعني على المشاهدة ديالهم، يعني كننسى ديك التمارة كاملة اللي دازت عليا وكنعطيهم واحد التحية كبيرة وتحية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.